ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من فضل الله علينا أن جعل لنا أياماً نتقرب فيها إلى الله عز وجل، وفيها الأعمال الصالحة مضاعفات. ونحن في هذه الأيام نستقبل العشر من ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه العزيز، قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها العشر الأوائل من ذي الحجة. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير ومجاهد رحمه الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من بيته بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. فعلى العبد أن يحرص في هذه الأيام ويعمل العمل الصالح من الصلاة ومن الزكاة ومن الصدقة ومن قيام الليل ومن الصوم، فهذه الأيام العمل الصالح عند الله عز وجل أحب من غيرها من الأيام. وقال ابن حجر في الفتح: لعلها أو لعل ذلك لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادة من الصلاة ومن الصيام كصوم يوم عرفة. وصوم يوم عرفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن فضله: أحتسب على الله أن يكفر به سنة قبله وبعده. وفيها التكبير والتهليل، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن سبحانه إلا هذه الأيام أو كهذه الأيام، فأكثروا فيها بالتهليل والتكبير والتحميد. فالإنسان يكبر الله عز وجل في هذه الأيام بصوت مرتفع، لأن في هذه الأيام العشر من ذي الحجة الحجاج يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وهنا يرفع عباد الله
أصواتهم بالتكبير وبالتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فعلى العباد أن يغتنموا هذه العشر وأن لا يضيعوها. وكثير من الناس يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وإذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة لا يلقي لها بالا، لأنه لا يعلم فضل هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. فقد اختلف أهل العلم، قال بعضهم الأفضل العشر الأواخر من رمضان، لأن رمضان أنزل فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيرها من الأحاديث. وقال بعض أهل العلم الأفضل العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن فيها حج بيت الله تبارك وتعالى، وفيها يوم عرفة من أفضل الأيام، يغفر الله عز وجل فيه لعباده الصالحين. ولكن رجح ابن القيم رحمه الله فقال: إن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من ناحية الليالي. من ناحية الليالي الأفضل الإنسان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان في الليالي، وأما في العشر الأوائل من ذي الحجة فقال الأيام يعني النهار أفضل من العشر الأواخر من رمضان. فالإنسان يغتنم هذه الأيام بطاعة الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والدين. ما هي الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في هذه الأيام؟ إن أفضل الأعمال التي يجب أن يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى هي الفرائض والواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالإنسان يجتهد في الفرائض، الصلوات الخمس، لأن كثير من الناس يجتهد في هذه العشر بالنوافل، تجده صائما وقائما الليل ويتصدق على الفقراء، ولكنه يفرط في الفرائض وفي الصلوات الخمس. تجي الصلاة تلقى ما في، ما جاي يصلي في المسجد، وواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الذين يصلون في البيوت هم النساء، وأما الرجال فصلاتهم في المساجد. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلاة الرجل في بيته بحسنة واحدة،
وصلاته في المسجد ب27 حسنة يكفي ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال: هممت أن أقيم الصلاة وآمر رجلا فيصلي بالناس وأذهب مع رجال وفي أيديهم حزم من حطب فآتي إلى بيوت الذين لا يأتون إلى الصلاة فأحرقهم بالنار. الإنسان ما يتهاون في الفرائض وفي الواجبات، فأهم عمل صالح وأفضل عمل صالح يتقرب به العبد في هذه الأيام هي الفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك النوافل كالصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكقيام الليل، وكالصيام في هذه الأيام. ولكن انتبهوا يا عباد الله، لا يكون العمل عملا صالحا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، خاليا من الإشراك بالله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أهم حاجة دار تعمل عمل صالح تراجع العقيدة أولا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. العمل مع التوحيد، وأما العمل مع الشرك بالله عز وجل فهو حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مثال: زول إذا ألمت به الضوائق يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى، يدعو غير الله، يتوكل على غير الله، يذهب إلى السحرة والكهان. ده أول حاجة يصحي عقيدته في الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أول حاجة يصحح العقيدة، يخلي عقيدته في الله. بعدك تاني يجي يعمل العمل الصالح، يجي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام بعد أن يتوب من الإشراك بالله حتى يقبل الله عمله، لأنه زي ده عمل حابط. قال تعالى: ولو أشركوا، دي الأنبياء، ربنا ذكر أنبياء قبل هذه الآية، فقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من خطورة الإشراك بالله أنه يحبط جميع العمل الصالح، عملك الصالح كله يحبط، صلاة وزكاة وحج وغيره وغيره من الأعمال الصالحات، ومن قيام الليل ممكن يضيع في دقيقة واحدة، ممكن يروح بكلمة واحدة يدعو غير الله بس خلاص موضوع انتهى، لأن الدعاء عبادة من العبادات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكن كثيرا من الناس في هذا الزمان، المصيبة إنه الشرك موجود، المصيبة إنه في ناس بيروجوا للشرك باسم الدين وباسم الولاية والصلاح،
دي المشكلة. يقول لك نحن بنمدح النبي ونحن بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب الرسول واجب على كل مسلم، ولكنهم يخدعون بذلك الخلق. يقول لك نحن بنمدح النبي، وهو يمدح الذين يعتقد فيهم من دون الله تبارك وتعالى، الذين جعلهم أندادا مع الله عز وجل. تفتح الإذاعات يقول لك كباشي، كم أدى ولد كباشي، في كل بلد كباشي، كم حل عقد كباشي، اربط ويحل كباشي. هل ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ده ما الرسول صلى الله عليه وسلم. والمصيبة إنه يمدح بأشياء هي لله عز وجل. الرزق عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول إنه بدي جنة، وربنا يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأنبياء في هذه الحالة كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وغيرها من الآيات في القرآن. في سورة مريم وفي سورة الأنبياء يلجؤون إلى الله عز وجل، لكن ديل يقول لك ده بدي الجنة. واحد يقول لك بدي الجنة، ده واحد بيجال. واحد يقول لك يا بقرون من العيون، وبيجاي يقول لك يا البادراب أبقوا قراب، قبل يمين نادي الصالحين، قبل شمال نادي بشمال، قبل فوق نادي أهل الزوب، قبل تحت نادي بمسك. ينادي الله بتين، ده بتين يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ده أول حاجة صحيح العقيدة، بعد ذاك يعمل عمل صالح. واحد بيحكي لي امبارح قال لي أنا طايف ببيت الله عز وجل، قدامي واحد من ناس السودانيين، قال شغال يا الكباشي ويا رسول الله، يا الكباشي ويا رسول الله. أول حاجة أكان قال يا رسول الله ده شري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى ولا يعبد مع الله عز وجل. أول حاجة قدم الكباشة على الرسول، عشان تعرفوا العقيدة جوا في القلب كيف. يقول لك نحن بنحب الرسول، لا لا، بيحبوا مشايخته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى آخر الآيات. قال شغال يا كباشي ويا رسول الله، وهو في بيت الله. وربنا يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، توحيد. وضع بيت الله عز وجل على التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ده طائف ببيت الله ويشرك بربنا تبارك وتعالى. قال قلت له يا زول قول يا الله، قال له قول يا الله، قام قال يا الله ومرق طوالي سريع، يعني ما رضيان ما رضيان، داير ينادي الكباشي وغيره من الضعفاء الذين لا يملكون شيئا مع الله تبارك وتعالى ولا يستجيبون لهم شيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أجماع البدعون مع الله ديل خلقوا حاجة؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا
ولا أنفسهم ينصرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ربنا ضرب أمثال كثيرة للتوحيد وللنهي عن الشرك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله مالهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما عندهم حاجة مع ربنا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فمن أراد أن يعمل عملا صالحا في هذه الأيام، أولا يخلص العبادة لله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر. أذكرنا هذا شرك أكبر، كونه يدعو غير الله ويذبح لغير الله تبارك وتعالى وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. ومن الشرك الأصغر الذي هو الرياء، أن يرائي الرجل بعمله ويعمل العمل للناس لا لله، يعمل العمل الصالح، يتصدق لكي يقولوا فلانا يتصدق، يطيل في صلاته حتى يقول أن فلانا يخشع في الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة. ده من الشرك الأصغر الإنسان يجتنبه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وثانيا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء خاصة في العبادة، لأن العبادة إن لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي من البدع والمحدثات ولا يقبلها الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي في الدين. عشان كده دائما بتسمع الخطيب في خطبة الحاجة يقول لك: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإنسان يجتنب البدع والمحدثات ويتمسك بالسنة. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا في هذه الأيام أن نعمل عملا صالحا يرضاه، وأن يتقبل منا الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.